ومشان أنجح أي مشروع. دعينا إلى اجتماع في المحافظة لجميع الأسرى والأسيرات استعدادا وتهيئة لمؤتمر عام للجمعية في رام الله يوم السبت القادم في النادي الأرثوذكسي في رام الله، وندعو جميع الإخوة والأخوات الأسرى بالانضمام والتسجيل لعضوية هذه الجمعية التي نرى بها رافعة وآفاقا جديدة بأبعاد اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية لصالح أهم شريحة في المجتمع الفلسطيني، وهي أكبر شريحة في المجتمع الفلسطيني، شريحة الأسرة. طبعا هاي شركة ناتجة من جامعة الخضور التقنية. طبعا إحنا من ضمن مشروع إنجاز لدعم الشباب وتقديم فرص عمل للشباب اللي بحاجة بعد ما يتخرجوا لأنهم يشتغلوا ويلاقوا شغل. وطبعا إحنا مشاركتنا هون لرعاية الأسرة والمحررين، وإن شاء الله رعاية الأسرة اللي داخل السجون الاحتلال.